ألف ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي. طبعا ما عملناش أي حاجة، احنا سعداء لأن احنا خدنا 3 نقاط وقدرنا نتصدر هذه المجموعة اللي كان من المفترض زي ما دايما تامر بدوي بيقول ان احنا ده الطبيعي ان احنا نتصدر هذه المجموعة، وبالتالي احنا مبسوطين بس من أداء، من عودة بعض اللاعبين لمستواهم، مبسوطين لأن النادي الأهلي النهاردة ظهرت شخصية النادي الأهلي بشكل كبير جدا جدا في هذه المباراة، مفيش تسرع، الدنيا بسيطة وهادية، وقدرنا نجيب 3 أهداف، 3 أجمل من بعض، ولكن لسه بدري، لسه مباراتين إن شاء الله بدور الـ8، من بعدهم مباراتين في الدور قبل النهائي، ومن بعدهم مباراتين في الدور النهائي، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله 6 مباريات يستطيع بهم النادي الاهلي ان يصل الى نهائي هذه البطوله او ياخد كمان هذه البطوله. طيب كابتن فتحي قبل ما نطلع قال لي بقول لك ايه، عايزين نعمل حاجه حلوه للجمهور، عايزين نعمل لهم تيشرتات، خلينا نعمل تيشرتين هديه للناس اللي هتتوقع صح للمباراه للنادي الاهلي. هيلاعب مين القرعه يعني بتاعت النادي الاهلي هيلاعب مين؟ اما الدكتور محمد العدل مكلمنا قال لي يا اسلام 10 تيشرتات ان شاء الله يوم الاربعاء في قرعه النادي الاهلي مع في دوري ابطال افريقيا لدور الـ8. النادي الاهلي هيلاعب احدى 3 فرق، يا اما سان داونز يا اما حوريه الغينيا يا اما شباب القسطنطينيه، ده هيبان ان شاء الله يوم الاربعاء. اول عشرة اللي هنختارهم من خلال يوم الـ3 اللي جاي هنختار، او يوم الاربعاء انا اسف، هنختار 10، هنجيب لكم 10 تيشرتات هديه من قناة النادي الأهلي، 10 تيشيرتات طبعا يخص النادي الأهلي، هدية من قناة النادي الأهلي لحضراتكم لصاحب التوقع الصحيح أو لأصحاب أول 10 توقعات صحيحة يوم الأربعاء القادم. شكرا يا دكتور محمد، شكرا يا كابتن فتحي على هذا الاقتراح الرائع يعني. لا ده وبعدين إيه التيشيرتات الأصلي اللي هي بتاعت اللعيبة. لا دي طبعا. وبعدين دكتور محمد قال لك 10 وعلى الهوا كده لان المباراه فيها 10 لاعبين فهو قال لك 10 تيشيرتات مظبوط، يبقى كان لبس فرقه كامل بتاع المباراه. طب يبقى 10 تيشيرتات وحارس مرمى بالمره، ما هو حارس المرمى ما بيلبسش احمر فهو يعني هي جت كده وبتكمل بعضها، وان شاء الله نتمنى المره اللي جايه في النهائي العشرة هيبقوا 100 باذن الله. يلا ابعتوا لنا يا جماعه ان شاء الله يا كابتن، ابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك، قولوا توقعاتكم من سيلاقي النادي الاهلي في دور الـ8 يوم الاربعاء القادم، هيبقى من النهارده ليوم الاربعاء، عايزين بقى نستقبل كل تعليقات حضراتكم، ان شاء الله هنعمل لها فلتره كده وهنعمل قرعه امام حضراتكم، كل القرعه هتتعمل امام حضراتكم، هنختار 10 من الكباتن اللي هيبقوا موجودين ان شاء الله يوميها في ملعب الاهلي. خلينا بس كمان نطلع نشوف المؤتمر الصحفي لمستر مارتن لاسارتي مع المدير الفني لشبيبه الثوره الجزائري كريم الزاوي، نطلع نشوف ماذا قال الاثنين المدربين ونرجع نكمل مع حضراتكم.